أهلي يا قرابي أمد إيجا جيستان على بدن قاتان أقال كين الله سون نقو إن دهان الله إي فروا بقرق آخر إريد لغا بحنا مال إيمان كما هنا أقون هرنا أملي اللهم هان إسكا آلو إيا إتال حميديدا إيا إحتاج نمديدا أدقو إي أرقتاه إسمكا الرحيم إله يو إيقو إحسان فالآه آهدن إيقا إلالي بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربي ويرضى، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله ومحمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتنا وأوقاتكم بالمسرات والخيرات، وجعل هذا المجلس مجلس خير واستفادة وتقوى، مجلس تغشاه الملائكة وتتنزل فيه الرحمة. إخواني في الله، وحنعاو بلانسنا هاي كلمة يركوبا وكؤادا موضوع كوبا آدي آدنا أقيم بضا موضوع عاس أو لو قلت المامي كره وأصول الإسلام ونهاية الأمر إسلام كأس الكيسة هي بيشوبة كماشاء بيهور كماشاء. موضوع إخواني في الله وسم بقول الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وبعبارة أخرى الثبات على الدين. موضوع وحكاة ديهي إن دين تعالى الله سبحانه هذا أمرك على إلا فلية الثبات على الدين إلى الممات. محايا لي ضفك مؤمنك سكة استوى الدين تلاهي وحنباره سكة استوى ضحو النقطة ننقي مبضا أو دين تألا كتوصا هدي آذن سجنان أو ثبات لقاهل دين تأذى دين توصا ما نقونيسو دين تأذى كتا عبتاي أو تكون لبوتاي أو هباء منثورا كان نقطة أي نقونيسا ملكو مقاريسي سيدا أوجد موضوعا ثباتك أو دين تألا الله سجنان سبحانه وتعالى وابيه كما دبعان وشي لقام مارمانا إن لقاها الله موضوعا ما أنت محكيني ما السبب ما الداعي إلى الحديث عن هذا الموضوع موضوعا ما أنت الثبات على الدين إن لقاها الله سببت كيني سمحيت هاي الرماء آدو بضن أيا كينا إن لقاها الله ولا كوبي كارين لكن وحن كسع كوبي يا الله بقضب قضب ككوبات موضوعا وحيمانا يا وقت مجتمعات كإسلامي وقت كان كسوغا مصائب وإذن القصوى فري دلال كودي لقبصة دي دين تودي وير القوية هاي شباب كودي للونصة دي تكالبت عليهم الأمم وما ذي يقول نايس وي ماذين لا أقصد حبت كاليقات ولا مجهود إن حبت أهان لا أصوى وير ريما أهان هدي حبت كاليقات أهان لهد وحفوه أهان لهد ربطه لكن وحيابا حبت كالتأثير بذن أو كعوليس بذن وكا وارتان بضن أي أمد صور ريما أختي أنا أنجوغنا مغزوة في عقيدتها مغزوة في شبابها مغزوة في أبنائها مغزوة في نسائها مغزوة في كيانها عموما كيان كيذا بن يجريتان كذا الله صور دكتي موضوع أسمرك إن لقاها الله وقتي أنا لجوغا وشيء مهمة ووقتي النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر قف وقتك عن دين تيسك صبرة أو دين تيسك فرع ذيقه قف لحلها يستايو لا توي هاي ساسو للنبي عليه الصلاة والسلام حديث الإمام الترمذي غيره أي وريان
قضب كلابات أوكينا وقت كان لقاها لموضوعنا ثبات على الدين موضوعه وحكوت تعلقه القلب قلب كان حكوت تعلقه الثبات يكون بالقلب دين توح على قصقنا على قصقنا هذا قلب كان هذه قلب كان دين تكجسوا أنت هاي يستدعي أن تثبت الجوارح ويثبت 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 القول جوارح دي حبنه هي قول كي إنا يسون هذا أي كان سنة يسارين تيضاء قلب كان النبي صلى الله عليه وسلم حكوت المامي إنه آت تقلب كيس وبدنيها قد قدون كيس آت وتربضن سلام عوسى قال النبي عليه الصلاة والسلام كالغدر إذا اجتمع غليا دكسي بوريي سيدو أوجد قدوما أو بيه كجري أمر راشين كجري أوجد قدوما أي قلب إنسان كان أوجد قدوما مركا ما دام الله ولا قضب أي جران إن موضوع الله قد واجي ولا قه الله ومد لقو برارجية وشيء مهم أحسان واركاريقا وما سمي الإنسان إلا لنسيانه ولا القلب إلا أنه يتقلب إنسان كوحالقو بح إنسان لأنه ينسى وهي المامية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نسيانك هو طبيعة بشرية إنسانك إلهك وخلق سبحانه وتعالى نسيانك إساقا وحالته قلبك أنا وحاله ومك عامي قلب لأنه يتقلب وقد قدومي نمبا تلكو أقايد محواي مشرق بري مغرب وجوغا مركا لبضى موضوع درتيت أيامان توحيك أنتي إن الموضوع عن كذا واجنونك هذا الله إلهي نحن كبرينا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان وأن يثبتنا على الحق وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه موضوع ثباتك هذه اللغة هان الله فيري لنك أكاديميا هذا الله فيري والرسوخ على الأمر شيء قال الله وحدة ديسة يالي هذا حق اللغة عربت الثبات وشيء قال الله وحدة ديسة يالي هذا والمداومة عليه وعدم التحول أو التزحزح إلى غيره شيء إنا لقد أقضاقين وماشي بوسك الوغة الوغيم هذا تاسا يالي هذا حق اللغة عربت شيء قال لقد أقضاقين شيء قال لقد سقناه إنا لقد وريقين شيء كلا لقد رادينين ساس يا حق اللغة عربت الليل هذا شيء ثبات كليرة سقنا شذا حق استلاحة أهل علمك معاني بعضهم بلغوا الشيء قال لكن معاني ذو حكم ده الثبات هو الاستمرار في طريق صراط الله المستقيم والالتزام بمقتضيات هذا الطريق والصبر على القيام به قيام به وتحمل الأذى في سبيل ذلك والمداومة على الخير والسعي الدائم للاستزادة وحال لو لجد ثبات كيسو ناشدة قفك الطريق التوصناي أو حق هاي إنو كسو ناضه طريق وسن كلا حنين طريق أسق وحك السكان سنة وقفك لي ماذا ولو نفتي سنة بحضوها النقطة تدك أسق أساء مرة أرنت أيضا ودل قاتا وصبرة مركو قما وح الله وحدي باتو كسو قارنا أبرك أريد أطيب أركين أرنت أيضا ودائما ودائما وكشق يسيد وخير كسو كرسان لها أضبير لها من لم يكن في ازدياد من دينه كان على نقصانه قفك دوز دي ديسه كررسنين او خير كيزو سهر وسونين قبالو نقضا دين ديسو ساي ودعدا مرك قفك انو كررسدا ايمانك اسغا وانا غاس خير كاس انو مخو اي طريقه لوقته سارو لوقته مركو سارن وسن كلي حينو جيت كاس اغو هايو تاس ايا وخا لا يرهدا الثبات ثباتك يسغناشدا ادله بدن او ميل كتاب ومن السنه ايا كوسو ارورتي ثباتك ادله بدن او عدم ثباتك ديغيسن وسو ارورتي من الأدلة الدالة على الثبات قوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنين تعكم إذا رب الله سبحانه وتعالى رك كل أب الله مي الله أبورتي بل الله قاتي إلى دين تسون سريان إلى إسرائيل ماذا كتاج نادان إلى خور خور كعان إله كل أب الله سبحانه وتعالى رجع أيها وحكم الدت أيها وسيدي كتاجن جدك أسرع هايو أو تبت هايا كجريودي أو كتجي كقلبذي كبحي ومنهم من ينتظر قارنا ويسويان أو جدك أسرع هايا هايان ملو من اللي حربان وكجو أنت أرنت أيضا وما بدلوا تبديلا هذا مثال للثبات على الحق هذا مثال للثبات على الحق كلبات مثال كلبات عدم الثبات على الحق وحويان قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ضدك وحكمت ضد إله سبحانه وتعالى كعبدان طرف وميس كان طرف لقيتها قيني سان والله كعبدايا هدو خير كركو المدينة إسرائيل لماذا وناقي ثبت على الإسلام هدي إن يروني باتاي سوكارتنا انقلب على وجهه كفره قال لماذا إيه الله كفقاشده والنقضة
خسر الدنيا والآخرة الدنيا آخرة منك واسيغي وننلقعي كذلك الدلة وحكم ده أو تسنيس عدم الثباتك أمام حوها اللغو فسرك ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فتنة الناس كعذاب الله تذكر وحكم ده تذير إله بن رمين سبحانه وتعالى إله درتي هدي دب يرغب سوغانا بني آدم كدب كيسي أي وحكا ديغا يا إله عذاب كيسي أي بربر ديغي إله عذاب كيسي دي دينت الله تكلي حتى أو دب كسوغار ودول قادم ويدا انت أقول تالله واتقار نيسان مركا دب كأساقا هاي وسوغار ويرا بني آدم أي عذاب كاللوين انك بدناي أي دو حاويا كمت ديغا مركا سالغا يا با إنو دينت الله سبحانه وتعالى كلي حتى كاسنا وعدم الثبات كأمثلة ذا ثبات كما يلبى ذنبه لغو باني مواطن كثيرة أي قفك مؤمن كثبات لك قربا أدب أترى بضنطاي الثبات في الفتن أي كمدة فتنويك مركا يدعان قفك إنو دينت على كسوك ناضو وحكمت الثبات على أوامر الله الثبات على ترك معاصي الله كثيرة جدا مركا أمثلة يراكوبا أي أن شاء الله تعالى كسو قالان دونا إنتو وقتك نو سامحه تنكوا بعد الثبات على الفتن فتن تبغى تقرنها يا إخواني في الله أدب أترى بضنطاي وقتك أنا أنجوقنا النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أيضا أدبو عدي كما أنك مقابين النبي صلى الله عليه وسلم ومات إيه كرنا ما أنت النبي محمد عليه السلام في تنتان ما أنت جرت محونا قد ديكي واي كتاب كي سنة محاقو هل وايين الكتاب نطق والرسول بيّن ووفى كتابك الله سبحانه وتعالى أرنت أيضا وقرنا واقي ومحوها التوسو عدي النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أيضا وفى فاهيي وبيانيي سيدا أوجد في تنتا والنبي عليه الصلاة والسلام شيء وحكم ده يحجم قايلة هاي وحليه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ورا عماشة وناكسا لدك دقو عماشة وناكسا لا إيمان لدك دقو انت فتنوين هبين كمقدقي صلى الله عليه وسلم إبادين قفكي أتساكي كوغيد مؤمن نمو إيا خيري وناك بري قالوا إياه أما صباح ديو محوها مسلمي هاي قلبتين وقالوا بي قلبتي أيو سلان إمام محوها لو لقى البيساني صباح ديو وقالوا بي محاتكو قالوا بي يبيع دينه بعرض من الدنيا دين تيسو حكو يبسنا يا دراهم وحي ركوبا الدنيا ركو يبسنا يا دين تيسو وحي ركو يبسنا يا يبيع دينه بعرض من الدنيا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حوله يتقارب الزمان حديث كهراء وحاوية إمام مسلم يا وريي كان دمره متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل زمن كأيسود دوان دونا صلاة فجرات تكتي دور كيال الجوغة دور كيال تكتي عصر كيال الأدمي عصر كيال تكتي مغرب كواكن وهكذا وقت يتقارب من نيروبي مقالة نيروبي قوني أهان وقت يدوات قران كرتان مركز واقع كوبريو إيه مركز قرد عيسو حلقيا بإنا يمحوها حتى كالسوء إن ركا قر هول يرى الله هيد هوش أدوان قارنا وقت كاد عيا هذا من علامات الساعة يتغارب الزمان وشيء واضح أب وحاويان علم يجين ويرانا يا العلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء علمك علماء لك مسيبة لكن علمك وحكومها علماء بحيطان كذا شيخ فلان بعد انتي عالم فلان بعد انتي طبعا كسونا صدا فني علماء أجلة ومسلمين ومحوها من والبجوغة من والذول والبجوغة أوكير يوضع دي لترية وقلوا كبدين بوس كودي رقب بوحنا وعلى غاية ما إنا الشن أما الليح أما أفر أما تضبع وهكذا أي نقضا وارنتي أرين مرقلة ودبضا مرك علمك ويرانا يا بموت العلماء وبموت العلماء الربانيين ولو ماذا إلهي لو نسبي ودينت الله حمبار سنوكو عمل فلا أيات إيمان دونه يران دونه فتنتي أي ظاهر نقول أنت بنانك إيمان دونت بخلي أيام حوها لسود جين دونه وضدك إلى خير كوب حيان أما وناك با أما أيسعى ويان با ويران دونه قتلي جنو بنان دونه الهرج أو الهرج لا بد أبو حويان ولا ديه كرا مركا وحاب بنان دونه قتلي دلكي مركا في تنت أصنع عصا ما أنت ما ركتان مثل ما ركتان واضح ركتان قتلي أوقف لا عفين أو سنجرن لا أحد يترك شو حقي يا لو أي شيء جيب كي كوسن أنا كوسن هذا ما قرأت مشاكل شيء اجتماعي هذون كلا جوين لهن كلا سويتان لهن حشوت كيوت تجاي بقى كيوت رقمي وناجي يراضي شرط يؤدوا سي بعض
مركو حيابها صوتنا في تنت والنبي صلى الله عليه وسلم يا كميتاي في تنت مركو هدانا امثلك سوق هذا نوع كميته فتنة المال مالك في النذيسة كميته سيادكو بسو قليا سيادكو بحنيسة حق هذا أمر إيسا انت هدك سوق كسبي قفك بين آدم كأه شوذو النبي صلى الله عليه وسلم ما ننت قيامة لا بديس اللقوت مزولان ما بغا قيان إلا أكجواب دور سؤالات وعكمد هاي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه مال كيس حقو كسو كسبي انتو نكو بحيي ما انت بالله عليكم هذه الرون لسو ويديو تجارتا كبارتا وان أما هوين ونقانو قفك نظيف وشقيستو وحيس أي حلاليهين كسب كهرة إلا محوة التنمية دي بربارين تلعك تبادين تهدي تيران توا ديابيسان هذه حقائق دلو دايا دوغو ومالك محوها اللومية وح بدن بدر كيسان ورنتي الله يابتان وانا قران كرتان وهذا مركز التجارة على محافلة أفريقيا ودنبا تجارة هذا كان سكوت مزلي مركا وهذا بدر قران كرتان أنت حلال مرت كا أما أنت وح قبل هذا حلال أما أم اللي يس لا تكبر أي نقدين تكبر أي نقدين رنتي أرين إذا مركو أرين مشكلة ده مركا فتنة المال حاجاتك كي أنتي حاجاتك بحسي التحاسد والتباغض والتهاجر والتقاطع والتقاتل احيانا ان ليس دلا ان ليس جويا ان ليس نعا ان ليس دباتيو لاجل المال احكلمها وفتنه المال انما اموالكم واولادكم فتنه واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه اله سبحانه وتعالى لكل امه فتنه وفتنه امه المال اي نبي الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن او امام الترمذي غيك اي وريين طلبات فتنه الجاه والمنصب تاس مثال ما بهنذين صومالي امد الله جري مشكلة ده إلها ده أما دب كمان تهاي سؤال كده جاي أو في مخلفة الأمم وما ذي كدب ده جاي أو دين تودي ضيعي أو دني ما ضيعي أو أخلاق ده ضيعي أو دمر كده ضيعي أو أولاد ده ضيعي يعني مشكلة ده ضيع دم حيتهاي البحث عن منصب الجاه نين والبحر بعينه نغمة حوينا هدي أن هاي شد أي نقول شجعان مقال هذا إلى طبعاً إلى مليون شد ربط على لقيا بين أن كنت مليون كرو ده فينه أنت نجني والبحر ما كرسي نكفريس كرسي حتى وزير يا فلان يمهن كرسي مدحوين مويان كنت مليون أو كراس الله سمي سوالي مرك سو مدى أبد بعد سو مدى أبد بعد كنت مليون مرك أنا سقيبنا ومدى كنت كان مليون كل يبي بحر دارلك حتى كنت مليون مدى ما كان سلو هيل كره مرك منصب كاسي جهاز أو واحد ودي بدن النبي كان صلى الله عليه وسلم أرنته وفنة المال إيه فنة الجاه وحكوا عدينا النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أولي ما ذيبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه طفكة لبا دروي أما لبا ورابوح نول بسوية قانو أو لوسي دي أري دور جوغة سي أقل ما تقانا كانوا كدو فنايا معنا دروي حسد على وشيغة كانوا كدو فني كانوا كدو فني إلا أو إسمار رمانتو بمانو وضلينا يا لبا دروي أما لبا ورابا أو لوسي دي أري ترابضا ariga asaga marka waxa wayan say u galan waa wax la yaqaan arinta ayada sida ay u galan labada darway si ka daran ayaa qofka diintiisa ayuu u gala al mansib mansib raadin iyo maal raadin diintaada wax baabeena oo dila oo ka kaga seena oo nool aan loo rajaynin waa maal raadin iyo jah raadin musibada na haysta maanta waa talabu al mansib wal jah nin sheekha oo runtii culimada weyn oo maxuu ahaa kamid caalam islaami kamida ننكي أتقنن أو شيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب أضواء البيان ننكي إسكالة ويلو دري وصلنا نن دكتورة وهذا ذي إلا طلبة تميكو سير لفتي سنين وينا أي مر أن نجو طلبة الجامعة الإسلامية نو يري مسجد النبوي يوم فدي سنين مركز وحي ورنميو ما نسرعنا أن صومالي وتقنا أن صوم مصلحين أن صاد أحمرنا مركز أن كوني رواشيخ ماشي مصيبة تالا مركز وحي ورنميو وحيدا هاي والله ماشي يؤدي فضل لبض شيء حديث كان داو أنتم حديث كان أخري أي وحير حد ماذي إباني جائعان ومد حديث كان مشرحنا أنت قبل لو نجس إلا جس أنا ما لو بحديث كان مشرحنا ومد نبكي لو صمالها يستمجر فعلا إشكال كنا هيسان نجا وترب ذي لكن ترى كم ده فتنة الزوجة دمركي هي محاها هي ناجيه فنو وح سهلا معهن حلاقي يا بقف كنا حارن قليان وحلاقي يا بقينا قتل مسلم أي سبب ونقدان وحلاقي يا بدين تلاقينا يكون استأكتو خير ربنا يكون استأكل حلاقي يا با لذلك الله عز وجل وحوله سيد آياته ربا روشك ني يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أرنت عيضة أو لقد دكتورانا دمرك يا أولاد لقد دكتورانا ما أهن حق طبيعة إيه تعامل كما أهن وحق وحاوين جعيلك أذو قبته إيه وراك أذو قبته
يطاعد الله إنا مرة كار كان لحيس لقى يابا أنا دبقة شد أو صوب أي كون نقطة ما ولاد هذا أي لحيسه أنت صي لقى عبير يا سيدو من القيم غير كبا يا أنت إذا يكفي سريان فينة الأولاد أين والله مت أيدي أيانا عديسي وقال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة كذلك فتنة الإضطهاد جماتك ومدى لك وماذا هي ظلمك ومدى لك هاي أي الله يا أبا أي أنه حيابه رنتي قبت أمامتك كمتها فتنة الإضطهاد جماتك هي دي بقيس الشدة هي ظلمك لك هاي مسلمين رد مغلي سنة بورما ماشي ليرا هذا مسلمين بضم بكون مسلمين تأيقا تضبعات سنة سديت سنة يقوحتيهن أنت قدام بيسمانتا أي وحالي روين لو وضب حيدا مانتوت لساره وين لو صاروا ودك لقوا صاروا وين قحطية لقى ديكو أما الله يو أما القحطية ضلك اللقيه في اضطهاد كاس ومثال ير ما أنا بلن بيا اضطهاد وكسر على سوريا وعلى سبيل المثال وحكسر على سوريا واتقرن إنسان ما أنت بس حاليا والله بقول سدح ما والله فين لديله إلى 17,000 18,000 أوقفوا مسلم يا هلك جيرد أي مريسا أنت أيضا لقيه أبغى قف كمركة هنا يفترق النقطة أو دينت الله كوري استأكت ما دام الضهات كان وجرة إن أدي بنقطة عليها قلت لأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أرنت صيدة مركة وحال لو بهن قف كنا يدين تيس كوري استاجن أو الضهات كسجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأتقانين يسقى متوسد بردة في ظل الكعبة يسقى أنت سود علي قو بصير قاطي كعبة الأساس وجيفة أي الرجيم ما أصحابتها أو مستضعفين تؤادوا الرفاة صلى النبي ويمادين مركز وحيرة ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ترى ما نلاقيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبكى ما يسنا بالله وسلم أركتين إلهي ما أدنو ويديسي دينا إلهي نوغر قارو إلهي ما أدنو بريديد مركز النبي واستاغي محمر وجهه استغى وجهه اساد وغدوتي حنا قدرتيس ايو النبي استغى عليه الصلاه والسلام مركاس هو يري قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض بتيدن كهري او دينتان الله سبحانه وتعالى سو قاطي او جنى غلي او ايدنك ايدن كهري دينتي مخو اه دين اسلامك سو قادن جيري وحي اهان جيرين قفك انت لا قبطو مركا لا يرا اسلامنا كتك أودي ذا وسوي استعو يعني ما ك متكمتك إسلامي ماذا إن لاقوا الجد كدي من الجد كلا جليه كدي ما لك مشار كان الواحد الوجهة ماذا حمرك لا جوجهة إلى والله ما وضعه ما يصده ذلك عن ديني دين تيسر عن تاريخ الاستعجين ولكنكم قوم تستعجلون قد وحات تكدقة وإذا كجرة مركز ما بيقول عليه الصلاة والسلام إله دين تام وتاميالي إلى جبدة أي كبح ذا ماشي محوها هاي صنعاء إلى حضر موت وأميلات وكان في بغلال كيلومتر سجرة أنت أيضا قفت أنت كالي أنت النف كيد جيل فوشة أما دابد أي فوشة أي اللو قيسة أي كبق أي وح أي كبق أنا كبق قيسة أي نجر وإسلامي ماذا عزي هي محوها هاي تمكين وإلهي سيو مركة أنت أيضا مركة قفك ظلم داعي الدهاب داعي لبعض المسلمين تلو قيسة إن الدين تلاه وتجين والدين تلاه كرجال سنين وإسباب كونه قني وشيء إخواني مطلوبة وليبو حلو بهن يقفكين الله سبحانه وتعالى استعاذة كسمية وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قفكين ومرك إلى الله سبحانه وتعالى دائما كحر ناظه وضع الله دائما ظلم قاس إيها ولها صدعكر أما هذا بجره إنه الله سبحانه وتعالى كما قاله وشيء آدي أدلوق بهن يهي كذلك فتنة المسيح الدجال صلاتك استنتكنا وحن لها اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أيها النبي الله من كان نقو محوها أد نقو بغد إنجليسي أد أولي يا أبانا يسؤال بذن ويديان إلى أي قاركوت كما ليان إنه محوها دربيقة حكة جربة دربيقي والنبي ماشي وكوع ديناي إنه رنك حكة تاقين هير والنبي صحابة دجيو يرها دقا إنت أنجوك هدو إذيني ماذا أنا محوا إذا كقبني أنا إنك وري استعجي هدي أن مركب أنت كذب هذه ما ظنا فكل حجوج نفسه نقول بنفتي استعجي يا محوا مسؤول كأ استعجي مركب إسكذب على الدجال ووح أدعو عرس في دنا إله وسودج سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من نوح إلى قيام الساعة أكبر من دجال إله ما أبورن في النكوي المجرد
magaaladana saano iimaanaya markaas wax alla wixii muxuu aan raacin xoolahoodi waxa weeyaan lacagtoodi asaastoodi alaabtoodi uu ka qaadanaya oo daba kacayaan markaas uu leeyso roobka muxuu ah ayuu amar siinaya uu soo degi dhulkaas uu leeyay muxuu ambit markaas geediyaa soo baxayaan waa kada laba wuxuu wataa wabi mid uu leeyay waa naar iyo mid waa janno uu leeyay nabigu wuxuu caday calayhi salaam salaam ka naarta uu leeyay ku dhaca fa innahu ma'un cadb wa bi'ad ma'an saasuu leeyay nabigu calayhi salaam salaam dawadiisana waxa aad u fudud alistiqaama cala diin diinta allaad ku toosnaato intaad caadiga joogta tan labaad xifd suurat alkahf suurat alkahf inaad xifdisid kadibna waxaa weya inaadan ka tegin markaad aragtada toban aayadood min fawaatixa ow min khawaatimiha aad ku akhrisid intaas weyaan daawo aad u yar adiga ku toosnaa diinta alla subxaana wa tacaala yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira tan labaadna suurat alkahf aayaad ka u horeeya tobanka aayadood qofki inuu xifdiyo taas waxay ahayd alfitan athabaat fi lfitan markay fitnooyinka dhacaan in muxuu ahay la sugnaado oon ka sheegnay fitnat lmaal wa fitnat lwalad wa fitnat ljah walmansib aywa naam naam wa fitnat lmasiix dajaal qodobka labaad oo thabaatka loogu baahay qofka muminka ah waxaa weeyaan athabaatu calaa tanfiidi awaamir illahi caza wajal awaaminta alla uu bixiyey subxaana wa tacaala in fulinteeda lagu sugnaado ilaahay amar uu ku siiyey وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله طريقة سيئة لقو جاحي إن هذا أرنت أيضا كسقناته أذكم من تدة وشيء أيضا مطلوبة الثبات على تنفيذ أوامر الله عز وجل أمثلة هذا أدبع أترى بضانتها وقت قاين وصلنا عاوينا يا لقيا أبا مركا وحن كسوا كوبا يا نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركو انتو قاضي سارة مس هاجر أهيد هاجر انتو قاضي إيا ويل كاذي إسماعيل هاي بيت كالله مشو هذا كوية إلا oo waadi yar ah oo qalax ah oo haba yaraatay geed uusan aan lahayn oon biyo lahayn intuu dhigay iskaga tagay markaasaa way ka daba qaylisa waxay tidhi war ibraahimow maxaa kugu dhacay horaan amar waxaa loo siyay nabi ibrahim calayhi salatu wasalaam inuu halkaas geeyo amarkaas alle inuu fuliyo tanfiidi hada almar halkaas dhigaal ilmahaas meeshaas geey iyo islaantaas waa ka daba hadashay markaasaa waxay tidhi yaa ibraahim ayna tadhab watatrukana bihada alwaadi aladii laysa fiihi insu wala shay meeshaan waxna wahliyo insi iyo wax muxuu ahaa nolol ay oolin oo maydka xaggeed nooga tegaysaa saas iyada ah ayay muxuu ahay ku tiri markaasaa lam yaltafit ilayha dhagahu u daarsaday ka dhaqaaqay ma fiirinin markuu muxuu ahay meel ka fog tagay waa isagoo marka taagan ayaa waxay ku tiri marka ma ilaahay baa saa ku amray amarka isaga ah ma ilaahay baa ku amray ood fulinaysaa markaasuu yidhi bala nacam markaasaa waxay tidhi ilaahay markaa nama dayacaayo haddii amarkaas min allahi uu ka yimid ilahay nama dayacay sidii ayuu ku tagay markuu muxuu ahay muddo socday ood ka qarsoomay ayuu baytka la usoo jeestay markaasaa ducadii aad taqaana mashhuurka ahayd wuxuu u akhriyey rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytka almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaat fajcal afidatan min annaas tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun ikhwaani marka arinta iyada wax ka dhashay waad aragtaan maanta nin walba yabxad bilmalaayiin inuu kacbada la tago waa meesha iyada ahayd waa meesha cidlada ahayd zamzamkaa ka dilaacay uman baa soo degay afdal biqaac lood ay noqotay wahakada baytka allah laga taagay marka tanfiid alawaamir amhilada taas ayaa ka mid ah kadalika amhilada muxuu ahaa tanfiid alawaamir waxaa ka mid ah nabiga markuu yidhi calayhi salatu wasalaam maalinta fatxu khaybar la ucطiyanna araayata gadan rajula yuxibu allaha wa rasuula ilaahay berri waxaa u dhiibi doonaa bandiirada amaba calanka waxaa u dhiibi doonaa muslimiinta u qaadi doonaa nin alla jecel ilaahayna isaga uu jecel yahay ilaahayna uu muxuu ahay yaftaxu calaa yadayhi labadiis gacmood lagu furi doona khaybar dhib badan baa lagala kulmay khaybar ood garanaysaan kuma noqon karno hadda waqtigeedii waxay u baahan tahay muxaadaro gooni ah marka berri ninkaasaan u dhiibaa uu yidhi nin walba markaasuu qoorta u taagay xitaa sayid cumar radia allahu tacala anhu wuxuu leeyahay weligay imaaro iyo madaxnimo maalinta ayada ka hor ma jeclaan markaasaa subaxdii cali u yeeray waxaa la yidhi indhabagu qabaa indhaha hanuuna markaasaa waa loo yeeray waa imaaday nabiga calayhi salatu wasalam wuu ku tufay markuu ku tufay kadib ayaa wuxuu yidhi soco imsh walaa taltafit xataa yaftaxu allahu calayk soco ilaa ilaahay aad kaaga furo gadaha loo soo noqonin u socda cali marka tallaabadu qaaday markaasaa waxaa weeyaan waa dhawaaqay isagoo socdo dhawaaqay inuu gadaal soo fiiriyo diida ha soo fiirin baa amara la siiyey markaasaa dhawaaqu muxuu uu sii dayay wuxuu yidhi yaa rasuul allah calaa maada uqaatilu nnaas dadka maxaan kula digaalamaa ma uun seefta la dhaca
مركز النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. سواء طلاب ذقات إلهي دين تسوير توحيدك وير هبيك أطيعانها طبعا فرها أو تاجد هبيك ديدانا لا تدع الله إلى أيرهن ذلك قيران قف الله قفك محوي قيرانا كجوك سوها طبعا دين محوي دي جوا إيمالك وكحران إلا بحقها. مركب لبدا مثال برهان جلي أعط أيوحيهن إن تنفيذ أوامر الله عز وجل هو عدم الالتفات إلى اليمنى ولا إلى اليسرى. إله أنت مكفري مر إما كهر إما كهر مركا تاصي يا كمدة. كذلك إخواني في الله وحا كمدة ثبات كما يلاه لو بهاني الثبات إلى الممات دينت الله لو سكنا إلى تقدمت ما أنت هل كانت تقني الله عبود إيسي صفقرات كجرتي سنة النبي الدبقيس عليه الصلاة والسلام أولاد يا دينت كل هذا ليسي قيام الليل كتسبين إيسي وهكذا خير الله لإيمان إيسي أرنت أيضا كدالي واضحة نوستي واتفقري سي واتسفرتي مال أي مسلمين أي جوجرات تكتي وهكذا لا تزح لا تتزحزح أرنت أيضا يكوكو بحنا تكلي حتى أرنت أيضا الثبات إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية الأنبياء أنبياء الله وحيدر دارب جهة أولاد دودي حليهن وحول النبي يعقوب عليه السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين تا إله وإن دوري أضحى زتان هكلا يحنين أي وحويان صلى الله عليه وسلم ساس أيوليه عليه السلام ثبات كأساق مركة وإلى الممات محلوه الكرة الثبات على الممات إلى الممات محلوه الكرة الثبات في الدنيا كما أسلفنا قف إنو كسوغنا هذا منهج سحدها دين سحدها طريق وناك سنة إنو كسوغنا هذا يالله كسوغنا أنكرا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلهي دتك مؤمنين تا ودين تا الله كل دقي أي قول كسوغن وكسوغا يا محوى الدنيا قرب ويضل الله الظالمين كو ظلمي نفط هذا غير كون ظلمي إلهي سبحانه وتعالى وباضيين يا ساسول الله سبحانه وتعالى قال ما شاء الله ما شاء أفراد اللغة بها هي ثباتك وحكمدة الثبات بالمداومة على الطاعات طاعاتك عادك لقطي والنفط هذا برتي إن الدائمته وتكلي حنين ورد يومي الليلة هاي وثابتها والسوغن قرانك وحاد وحكا لقطي مثلا إن أضمانين سدح جزء آخر سيد إن أضسنين خميس سونتد إن أضأيام تبيذك سونتد إن أضحويان أذكار الصباح والمساء بكاملها أي كاتقين وهكذا إن رواتبتي طوي لما ركعوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء إن جنة لو قال محوها أو قري مقفك دائما جنة جنة قري لو قديسة أي نفط هذا برتي هكلاحن أرنت أيضا دائم إلى أبلك لك من سبحانه وتعالى أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل عمل إلهك دي وحلوك كالقع إلى بنيه كلا دائمه ولو وحيرها هذا إن يربح النقض قضبك الشرات والثبات كقفك إنه كسنا لو بها إخواني وحكمته الثبات في الشدائد والابتلاءات لبقى قبص مرض سهرب الشجني جوع خوف ابتلاءات تربضا بعدون كان بابا أنكر قول لهين مو منك خاصة ولا ابتلينا يا امتحان بلا لكل مني مصداق ذلك قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إلهي وحلاه سبحانه وتعالى وحن كنت حامينا خوف بشيء وعير عبسية خوف ورده لوكي لوكي لا مرتين إن ير الخوف يا لو امتحانيا إن ير أو به يا لو امتحانيا إن ير أو مالك لا نسخامي يا لو امتحانيا إن ير أو نفط لا نسخامي إن أخذت فقد أبغيت وإن عافى وإن ابتليت فقد عافيت. ننكي سقى محوها سلات كجرة لوقت اللي جري أو مير دبول مي ليري لوقت هذا نتكتي أو ولا جوي ويل كذي محوها وليش وجع لأن فرس كي أكون افتمال حواد انتي محيري إن أخذت فقد إن أخذت فقد أبقيت هذه أنا سقط غلطي قرب ما ذيك تكتي متبقى صقيري متبقى جاري للرقمي وهكذا قرب على نتكي وإن ابتليت فقد عافيت مركة وحير ويان ونقسم الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. كذلك قول الله عز وجل أم حسبتم
جنده لقوم أرداي إسكا إسكا أرد إسكا قال ماهن وحفظت ماهن هؤلاء بهانتاي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب جنده علينا سجل إنسان أو تقدر درنا إنسان أو مالنا إنسان ما حساس عيوب بهانت هؤلاء ذك امتحان بام حوالي إسماريا مصائب على إسماريا أم بيذا الله يتواقيا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قريب كاسكو عليها بعد 40 سنة 40 سنة كذب يا لقيا أم بيذا الله نصر يقاركوت بعد 40 سنة ما أنت النبي موسى عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرعون لقبت بادي أقول يه إنكار تقبل الرب إسرائيل ولقد بنكار بيقبان ولقد ونعس لبك بنا لمنك أيجا هاي أي امتحامين أو خير ربنا إله أكبر إلهنا هو فجيه كذبنا ورماش عن قلا وربيت المقدس قلا ورمحوا هاي ور إله بعيد محوا إذن كالمين وهكذا لمنك أيجا ها مركز دم إله وحكوس الذي تي وعدي إله أبلا قادنا نبي موسى قد أجيب دعوتكما فاستقيما أرنت الويري أولو بعد إنبضا وحي ليهين 40 سنة كسوريكت قارنا كبلا ما يشيغي ينبا يوشع من النون أي مركة دم الله قلي أو إلهي سبحانه وتعالى أفري مركة ما أهن وإلهي بانبري بريا نباهنا إلهي بروك سينكرا إلهي بروك سينكرا وحالي يا أولاد هذين إلهي سي سبحانه وتعالى مركة جنة هول بضن باهن تهي مركة شادايدة سي مسائبتها مركة يمادان قفكين وكسبرة والتجلد وسمية أي الله بهن يهي الدون كان سيدي سبو حكك ومن يهي كدر وعلو وبيئة نظيفين لقد مياه بينا بيئة نظيفة ودون كانت تسلود تضببري وضكت فكعلويا لذلك يقول الشاعر جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة ناري وردونك وحلو خلقي علو إنا سافي أهاني ساسا إله وكوخ القيبة أنا وحدانيسا مت سافي كأحانونا إي وحكا صمحوا هاي وحكا صه إي الدونيسا إنا ساس كوهاتو إي قفك أدون كطلبة وح إي أيضا عن أوديل إهين أما أن لا أبو رمبا وأن ننكر هذين بيه قدوه الدب بحل نم بيه هوسط كر هذين كور ميليا وميا أدون كامرك سيديسا بشدائد إي ابتلاءاتك إله وكوخ القي مرك إنا وقفك صبر وشي مطلوبة قلبك اللحات الثبات في أيام الصبر أيام صبرك فإن وراءكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر العامل فيهن أجر 50 منكم ساسو النبي عليه الصلاة والسلام وعايدا كتب أيام صبرك ما قعوض بحالي أيام الصبر أيام صبرك قف كان صبر لهن ليس له مكان بوسك أساك بوسك ملهن ما أنت إذا بوس ملهن قف كان صبرك لهن أيام صبرك والنبي عليه الصلاة والسلام وقفك وحنقان يا قفك ديتكو دقن قف بحل ساك عن تواهن لحول قفكو هاين كلام من وجره كلا سورة قال ماهن أيامها قفك إنو دين تسكو دقنا ذو وشي مطلوب إخواني في الله الشجاعة صبر ساعة جيس لماذا وحال ساعة إسكات جيسون إني راض المحوها جرك إلكها إسقل سيسة وإنت عون مركة وقتك صبرك أينا إن دين تألو وسوك ناضو أيا لو بهاين إخواني في الله إنت هدي عن كجسو قدبة ما راح لسكيب بهاين لو صبره حاول قدبة يا قدب كلا بعضوا وحيابها كان قفك إنو سندين تألا كسبرين حكيني كرو وحكيني كرو النشأة الأسرية أما أسرية النشأة الأسرية أو الأسرية وهذا هو الصحيح بربارينتا قوسك لقوسه برباري عنوغا أما بالتربية ذهر أيا وحاويان وحيتها التربية أنصحنين عنوغا وحلقوسه برباري مدلع كل كولين حقيقة ولا تابسينين دينت الله سبحانه وتعالى او سيده ايتان لوغ سو بربارينين تاس ايا كميدا كذلك وحكميدا عيابا كان قفك انو دينت الله كسوغنانين صحبه اقران السوء ددك حنحن او قفك ولا صاحبه او صاحبك ديكت ودايات كديقت وحاد حنوا ارينت ايد وحي كينيسا قفك انو دينت الله كسوغنانين سيده النبي عليه الصلاه والسلام شيغي قفك وناكسن قفك صاحبك لا وحوم مثال لوغ دغاي قف نين عذر ايبنا او برفون ايبنا قف لا صاحبه ولا جره برفونك يكون مرنا يا اما كوبو فينا يا
أما بع عذرك ورك سمايت كعرفين أيسا أما واتكيب سني وهكذا أما وكسينيا يقف لا صاحب يقف وريها محوها فندياشة ولي بكون براح كشقيه وحيابها لجوبه ولدنك أما بوفناح كشقيه شيرحن أو قرمان إيه مرضي وكاجوبته يقيق سن كاجلا هذا بوش يا بسيك الريو وحيابها لجوبه سرطان أما بمحل كان ليه هذا كان سرقي بلا لقى الله يربي مركه قفك حن قفك لا صاحب أساسه نقنية وقفك اسمحوا هاي ولنجوبها أما بحاول بوفناح بوفية قفك لا صاحب ولا تويه قفك ونعكسنا قفك لا قفك ونعكسنا قفك لا صاحب ولا تويه هاي قف عذر إيبية أما جوري برفون لو إيبية أما دكان برفون لو إيبية قف محوها هاي كشقية لا صاحبي مركا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أي رب الله سبحانه وتعالى تتق صاحب هذا أمانة قيامة عدو بيس نغضان إلا كو الله كبقى موين قفك مركا سويناكسا يثبتك على الحق وإنت همارين سك إلالي ورهدك دقين نصر الله وسوده وياي ورمسا ماهن وإنت نار بلوغري وهكذا ساسو يثبتك دائما قفك محوها يحن ما يوروح حد ما لهاني راح دون كده رسام مريه ساس ويانا هم حادث كله سوء لبيسا وهكذا مركب حكوس تيسيرنا يا طريق ثبات كينو كان لعي يتكوفوا ذينا يا مركب تاس يا كم ده عربتوا حير هذان الصاحب بالصاد ساحب بالسين قفك الصاحب كا أو كل صاحبة ساحب كسو جيدي ساس كسو جيدا مش أجوات كسو جيدي مركب صحبة الأخيار وصحبة الأقوياء وصحبة الأثبات قف كذا كم حوا دينت على كسرن أو دينت على كل جن أو محوا هاي طبيعة ضاي هين مرن تودع مرن تودع مرن تودع إذا ما نجت الغراء كانت في بغفلة فأيانا ما تنزل به الريح إبا إبا فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي مركا أرنت أيضا وشيء مطلوب إخواني في الله وحيابها كيني كراي كمتها يبقف كإنه انحراف كسمية الغفلة والنسيان دينت إله سبحانه وتعالى هي إله عظمة ديس هي نار تي جنة دي هي وعد قال لي وعيد كيس قف إنه سكه الماما أي أينا كاني كرتو ابن القيم عليه رحمة الله أي وحولي هاي وقت ابن القيم ابن تيمية عليهما رحمة الله وقت أمد حد ماشى يا مريسة مال كدو أي وقت إذا قال جون ماشى ما أنت أمد مريسة مال كدو لذلك مر الله مركي وحسي فيان وعزل هذا والرجع وحيت الماما يا وقت إن علماء ذكر كعلم بدين ماهن أي وقت أي لك كل مين أي وقت كان نجا أن جوجنا كده أو صار برام باي إسكو إسكو ذا كان ما أنا برام باي محوها أي إسكو يسوي دوانا يعني لذلك كان وحياة بدن أو كتبات مركز هذا قصيد حضر كيس الدوين بدن أنا كان ربها هنا أو يحكي دوين إنه محوها كتبات كجران وحلاية عليه رحمة الله فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدى متراكبا على قلبه قف كي وقت كيس أنت بدن الله المام لهوي شيك برالي وهكذا وحياة إسكب بنان أو مباحة لكن أن إله كقدر وينين قف إنه كجرا قف وقت جيسين تاسو ساسو أبته قلب جيسا إنه محاي مريرة أولي مرر كأولي بيصدر فولا أي قف كسرنا قنايا مرر كيسنا لا كان يا والله وينان يا أنتوا الله سبحانه وتعالى هالمامسني هاي قلب جا هدي مربى ومريرة معلوماتك أما حقي أما خيرك لا ينطبي عليه كما سور مايو أما بق كم بيرنت جروباي قلب جا وين خيرك وكبرنت جروب لقد يا وقفك مرك إن قلبي جيسا إنه كبرنت جروب أما بقى تكسى ورمه وناجي محيي ماشي وقلبي كجس ورمه لها وحكلام وحكلا دوسارا مرك التصفية سيد الإمام الألباني عليه رحمة الله ليه جري التصفية قبل التحلية قفك إن ماشي بوسك الله بنايو الله دغوالك الله جسر روح وساقة إن ده محلوش بنين شيء قص وشيء مطلوب إخواني في الله قضب كافرات أوكي قفك إنه دينت الله سبحانه وتعالى كسجنانين الإعجاب بالنفس نفتي سينا يحوي إلى نقط من أنت حتى تتكبر من أنت حتى تتعجب بنفسك أنت من أنت واستغنى وما بين إلا وشرها تنشانات الحماس أو العاطفة الإسلامية الجياشة المتأججة وحيابها قفك إنه دينت الله كسرنا هذا أديد وحكمت حماسة هي عاطفة إسلامية أولي بدي دينت الله إنه كرله غالات قفك وجعليه معيبة ما يعيب معها لكن حماسك وحال رأي إنه عقل لا صعدة حماسك وحال رأي إنه علم لا صعدة حماسك وحال رأي إنه روية لا صعدة حماسك وإنه لا صعدة علم توجيهية إيه علماء ده بتاعن حماس كل جيس مجرده أو محو برح ترن مالكوا مجالسين أي حاليا ما أنت إنه قفك حماسك بقول كي بقول برينا على كيسة بقول كي بقول عكس مرك حماسك عوبة هني هي علمي
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة رأس أباني عبين تأس أباني علم تأس أباني حماس كاز نوع لو بهني إنه منطبط بشرع شيء محوها شريعة الإسلام كو منطبطة أو كو لو محوها جوي أنكر بحين أو نقضة. كذلك وحيابا قفك أدي ثبات كالياس من معوقات ثبات إن قفك وكقوست إلهي رحمة ديس إلهي نصر جيسا إلهي دين سيها يكرنا قطين وكقوست حيابا صمر درتيت أي الله يابا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك وحكمت إخواني في الله وحيابا كينو إن قفك دينت على كسقنا وثباتك وكبحة الجهل بأساليب أو طرق الثبات والابتعاد عنها إنه سرقان ولا هين جدك سيد الله كسقنا حالك يا بأينه أركبة ملاقينا منه يسكر هذه ما ننتهره أودي هذا 24 ساعة وانت أجناني عودهم صلاة الليل كجري وهكذا أتحمل لرن يرمي أحباق هذه. لكن حقيقة إلهي سنة ذي الساس ماهد قفك قدروا لي انت صيد وإنه سمي إلهي لا يكلف إلا ما يقدر عليه إن الله أنت واجباته فرائضه الله فرضي لي كلها تتلائم مع قدرة الإنسان. إنسان كقدرة ذي سيأود ذي سيل كجين قوانت وليبا إنسان كحسامين كرا واحد انت إذا كبضن انت إلهي كفر إن كبضن وسامين كرا مارك انت إلهي سبحانه وتعالى وكو أمري وحبها دافع هاي سيد جن وحادن أودن هاي سدر سارن لا تكلف نفسك ما لا تطيق أرنت عيضها دي أتسامي سمارك وحي كان يسائنا دين تكسونام ويد رجي النبي قويمات عليه الصلاة والسلام أرورك والنبي قريش ستجن نبي الصلاة ديسي صن كيسي خير كيسي أدلى إيمانه وطاعاتك يا رئيسين نن أمرك يرانيك ولي جاي صن صن كم تجاي من أولي جاي وأنت جنان يا من أولي جاي ما قرصناي نبي محكوج عليه الصلاة والسلام أرنتينا صح ماها أنا جوان قرصني وأن سومي وأن أفطري تانا وجدك هيك توصناي وجدك حقها فمن رغب عن سنتي فليس مني قف جدك أصلا كله أحد مركو كبيره وحويان أنا جوان ماها جدك يجمع هايو ما توصلنا مرك أرنت عيا ذا قفك دو جاهل كيا الطريق إلى مراي ملك له هذا يا قف هذا قفك دالي راه ذا تونك أود هذا محوها هاي تونك جارس وبح تون مجاريا مستحيل وا لقى ما يابا مرك وين قفك أوبر الطريقة ثباتك أود أخرية كتبية لقى اللي في عيا ذي تثبيتك وحويان إنه محوها دو يقان وشيء مهم دق دق أنا غيبه كيا هاي وحيابها كان قفك إنه سندين تعلق كسكنانين النصر قال دق دق إن الله هلا مر أن إله سبحانه وتعالى إسلام ما أني مثلا ما أنتوا قوادات كلا جاب إنه دين تلقاته إلى دلاء قفكو كهنونا هنون مركو هنونا وإله ذا وإن هل مر دين الله لو تاجو خلاف الإسلام وإن صن قطه وإن حكومة إسلامية لتاجو وإن وناقول إن الله سمايا وإن جبر محوها إن حجابنا إن لها الله سارين وقبلها كل حجاب كذا قاتر وإن ولادة جرك أنت الله لو كيس يجرك الله بحه وإن سؤالك لو جرى وهكذا وإن محوها سفكر لو كذا مرك وحور دين هل مر أرنت أيضا مرك ويسكو ديا أنت كذا أنت مرك أرنتي مصعنيس سنة كونية تال ماشان الصراع بين الحق والباطل الباطل كدائما سانه وجريه وجري بدون شك إلى إله إلا جل وعلا سبحانه وتعالى حق باطل وترتميا ولي قلت يقول جاء الحق وزهق الباطل دائما صراع على الوجرة قفك مرك دوسن أرنت أوجين أودي هذا ما ما دام أنت أنه وذا أنه أنت وصلناه حق نصري وين هالمر لجاره إفسادك وسمينا لبك كي ماذا أياك درن وكوين وناجل لجرها جينا قفها سجى محيل السنة الكونية والسنة الشرعية خلاف الله بضبو خلاف قفك مكان قفك إنه سمي استوى يا با قفك إنه دينك وسجنا عكمة ده قفك إنه حكم الله يكون هذا أو تمت إنه معادو كديكت مسأيت كانت توجي لقفك مركو صفك يستأجو كانت حصل كل صنايا كان حصل أينايا كان قاري والريح وهكذا ومت أورين كمان المحوها أديه وراء ده توصل الدين تكون توصل أوينا أي أمد العلا كلنا وذا نقني إيجاد الخصوم أنا سمي سنة وأنا دي أداير أنت استجز أدو لها محوا جربها أدو جل عيسى أدو حبيت دي بين قف كي الحبان قارتنا عندنا صحيح معك هلا بي ولا إخواني مركا تاسعيا كميت وترب بدن تحيابها كان إن قف كوسن الدين تكون سجنانين هدي أن أوجد بقلب كسدحات صور من حياة الثابتين على الحق تسألون يراكوا من وقت جنواس عضم في ليا تسألون يراكوا كابن أوضتك دين تألا كسوكنا هذه هدية سوق أنه موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هل كسو يستاقين مايا إلهي بأي لجر يثبت ورمايا انت أدو لبت بأدوح أي سمينا أي جهاشي أوسى مايا حردوها الله بيسا مركة نبي موسى عليه السلام وحكمه ده سحرت فرعون
رجي فرعون ما أنت وها أو أول كروها سحراء أو تجنى دفاع زو تجنى أي مركز دم وحلي هاي لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف سلابا إذن قوينيه بدأ حدا يمدك تنصا إذن جري ولو صلبنكم في جذوع النخل مركز صار إذن سار يا تمرت جيدا تنصا إذن سار ينكسر بيني مسامير بالك أنك لا ساس ولية مركز عيلين الله غير تنك مليهن أرنت أيضا إن إلى ربنا لمنقلبون فقد ما أنت قاض وعلى روح تمنكر تمي وثبات مركا تاصيدا وحو امثله ذا كمتا ثابتات ثابتين تا كذلك قريش مكه النبي امانا عليه الصلاه والسلام او حيوي ماذن اديركيس ابو طالب حيكون يرهدين ورنكا وانا دبي اديركا اوتا دين تنغو عيبي ابيال كنغو مخو هي عيبي وحا ويان عقوش نغو مخو هي تسبيح اي تقنيم كتلمامي وانا غا قبس انو غان هدي كلي ادغي اسغ وا ايدن بابينينا waxbaan ka qabayn maxaa hawlaha in ka qabanayna idinna dul qaadan karna markaas uu nabiga u yeer calayhi salaam adeerkiis wuxuu yiri ya am waxa ay imaaday rag reer quraashad sanadiidaha rag madaxda ay imaaday arintaas ay weeraheen marka dadkan hadii aad hawshan ka dhaafi lahayd dibkan ka deyn lahayd sooma fiicnaateen markaas uu nabiga calayhi salaam wuxuu leeyahay wallah law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadha al amr hatta yudhirahu allah aw hulika fi ma taraktuh دينتان ما أنت إلى هذا أدر كتك هدي قرحة مدك تليق سارة قرحة ذات بقول كل شيء بدأ حضرة ليق سارة قمرك أما ضيح ليق سارة دينتان إن كتك قدرت أنا ليق سمي أرنت هيدا دينتان كبر هذا قيم إن أدلة إنت إلا الله كر قاضي ودينتان أي كحوجي سته أو يكقول سته أما أنا جيت كسر كنت عن طريق أصابت كوا أنك هلك سم هذا ثبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أحد نحد ساسوليه رمضان مكة وهذا بابورك مكة تساعد أقابته أود مقوتك أما استيرينج ساوت أقابته واختيار كويل كمكة مدينة كانت كنيسة بوديسة ومقوتك ورقها الله صار ماشي بونتك صار الله صار وقمنا يان هدي لوقتك ورق عد وقمنا يسا قرر أحد كويل كجر سنة كان تضواتنا قال يسأل لي ماشي أي رأى أي لغو توريا ميل بنان رمضان قص مركز محوي لك حان ويندوش لك ساري مركز سيلا كان قدين تهذا أحد ونحد ساس ولا تاني أحد ونحد ثبات كمركة أمثلة تازة كمدة ننقل إلى حبيب بن زيد أو رجي مسلمة مسلمة وقبت الكذاب ننكي رهبني حنيفة ننكي مرح دوضها وسلاني ماذا كان نقضي أوش يا جايين وليبا النبي الله يهي النبي محمد كذب النبي يهي ننكي يا قبت مركز وحوي الدين محوها وحتى لا إله إلا الله مركز وحوي لا إله إلا الله وعبد الدين تيس مركز سجير وحتى وأشهد أن محمد أن مسلمة رسول الله مركز وحيري لا أسمع أحد شيء سبب مغلانك يقول مسعى تارين تا يدارين إما رئيسة ما أهن مركز وحوسا قبتي فرت عن كجر كان تان كجر نكت عن كجر مركز ولا كنقة أبدا لا يسمع شذي ومرك محواه يلقي الله بهذا الثبات نينك حذافة نينك لعبد الله بن حذافة السامي رضي الله تعالى عنه أي وحقمنا نينك نصارى بقر كوضها مركز وحولي النحاس هلا هلا كولي ودكسيها هلا صار إلى النحاس تا يكنقة تبيه وأتقن أنه حاسته. مركز أو حولي هاي ماشي زمكو توري. أما بابا حاوي يعني سلاني ماذا كان نقا. مركز سلي مايا كمان نقاي. مركز سلي خذوه قبته كتورة. مركز سوف يبكي عبد الله من حذافة. عبد الله مركز أوينيا. مركز حولي بلوك هذه. وحقوق هاي استا إنه أجل عي. أقدر أنت أنا أتكحر من صدي. كدي من سلاني ماذي وكان نقرضه. مركز حير ما يبكيك مع كأوين. مركز حير وحن كأوين أوين أنا هلا في لي. نف بس أن لي هلا في. نفط أيضا أنا ماشان كوريدة كدي من عيتكته وحنتمنى لها يري طلبات النفينا يعيشوا أو مدة المرة كوريد سي الله سبحانه وتعالى جنديس بغير حساب أنا قرا إخواني مركز ثبات كأمثلة ديات بيوت تربضن تاي مثبتات كانوا تربضين كل محاضرة كنا يبها لنا لقيا با سواء كان إلا إعلام يدو وحنكون سو كوبي يا مركز غضب قدام بيا وسائل الثبات وسائل الثبات كحكمت الإقبال على القرآن وهذا شاه القرآن بشان عاون نو بلندون إن شاء الله أما هبين دم نوبلن دونتا إله سبحانه وتعالى هنا جارسيو هنا نوافجين عن صنع عن عبادة سنة عن نجا أقبله وحويا عن جنة عن كوجولي سنة قرآن كاس إن لوجس ولا لا إقباله وحياه قف كسوة كمتاي ليكن لك ورد من القرآن الكريم ما ننتي ويران قف مسلم ونجس قرآن خسنة محية إخواني في الله وحياه إله أنكم هذين أرنتي من أنت إله وتربض أنت ومدن صومالي إله أوسي ومدان صومالي دمانتا حلقيا وانتا نماش فريدا نين انجوسك سقران قرسان قرسان قجر بخلاف دواشا كلا اما مجتمعاتك كلا انتا مركا مجتفا ديدا
وحا كتاب قرآن كقادني لقيا بات طبعا قف ما بيقنام لا يعرفون أصلا مرك قرآن كسر أو دلائه نو شرفي أن قرآن كسر وجهسنا أن آخرينه ما ننتي قف تقريبا هدو سدح جزء آخرين تذكر أنا كان أعرف فذوديه قف بقى آخرين كلا بعثن دقيقة قف شاني تمان دقيقة سدح جزء هل ساعة كيرك هذا قادني سه هل ساعة أنا حاليا بين أنت ملاه فري بيتيال كلا فريسة لو وش كيف لا بس سدح ساعة كذا مات أما أدمحوه هاي فري كدر أفريد ليكن لك ورد ثابت قرآن كسمرك إخواني أن كنت ذا وليبا شاهد القرآن هذا أن كجرنا قرآن كهلا بذيو هلا دمايو قرآن كحويان هل هبين قف كده ما ينكر هذا مايو قرآن كأغراض لا أخريه وترب أنت ما هن وقرآن كحلا أخري أغراض أغراض لا أخري وحكمته قراءة الثواب ثواب دكتور قاسم سهيل اللي يراد ترونتي من قيمة بدن أي كتاب يركاء اللي في كيف تقرأ تقرأ القرآن الكريم ما ننتي هذا وآخرين كتاب قرآن حلو آخرنا يسأل الثواب ومر أمثلة أيضا صرف كوب بدنيه آذو ترب بدنيه وصار ورتي كذلك وحكمت القرآن وحياة أسم الله آخرية أغراض هي دناها الله آخرية قف كإنه تدبر تدبر حلقية هل كسف عيرك هذا تمارين كامل وحكمت للتعلم قف كإنه محوها هاي كذلك للمراجعة قرض كستو آخري لكن القرآن كإنه الله سبحانه وتعالى أدمرنا أد وآخرس للتعلم مرنا للثواب أدو آخرس لقيا بين أدمان أنت مرة ما ينكرت وقت إذا رمضان ك اللي ركب ذن وكمد سلف كمدة وحين مجن القرآن ك بعد الفجر إلى ظهر كده منجرين والله ما ينكر واتق أنا سيدك قدرتك العرب كفضت قرآنك والله ما ينكره مركا قرآنك إن آل لوجود ذلك تدبر كان وقت يسلاسية ووقت يالله وقت يسلاسية وقرآنك الله لوجود تدبره معاني يسلا آخرية وشيء مطلوبة محي القرآن ككريم كا إيمانك قدرتك كوابورة إلهي بك وحرا سبحانه وتعالى قلبي هذا يوقف وجهه تطمئن به القلوب مسلم ك وحاتسية تصورات حق وكسية وحوى تغذية وقراء قضية عشر نفت هذه روح ذات محاولة تغذية مركا ضرب كلامات التزام شرع الله والعمل الصالح شرع على كدك فاستمسك به كن عمل في الدين تعالى ضرب كلامات ثباتك كيرا كذا كمدة ذاتك أنبياء ذاها إي ذاتك ونعكسنا أخرى سيرت هذه تاريخ القفك إنه فيريه أذكر ذي أيضا وحيابها كينا كم تهي ثباتك إن دينت الله وسقنا سبحانه وتعالى تنشنات ذكرك الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك قفك إنه طريق صحيح جهده وثرام بس كل حس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيلي كذلك طريق راضها إنه طريق حقه وطريق مسلوك وياه وطريق لمرج رؤيه إن هذا شيء مطلوبة تحسن وحيابها كوك هالمينا كم تهي جد كرمان هذا جد وحمري نبي آدم عليه السلام وحمري نبي نوح عليه السلام وحمري نبي إبراهيم عليه السلام وحمري أنبياء الله ما أنتوا إلى نبي محمد أبو بكر عمر عثمان علي وهكذا السلف الصالح جد كلام مريوة مال بعوانه عرضه إسا والله الله بلهين جد كاس كلك بركة عليك مالك لا والله من أنت أقول لي حنن جد كاس عط مر تاسنا وكوكا المين إسا سادكم مر لهذا وين أدبرت علماء الربانيين هوس فريستيد تن قدام بيسون كسر كوبا إخواني في الله ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل دتك الدين تعلين لغية ولادك دو عمامة دوبة أم عمامة دوبة أما خميس قوته أما كتاب تفسيرك ودتك أمرية الله يقان كاسم بدعوة لقربه مفهوم يلو وكاسقة تأيضا حق معها سحنا معها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وكليه بلغوا عني ولو آية ورهل آيات بالله كده دتك جارسيو انت انا نول بوكمده ما انت مركب بنانك انو بحنو قبل الصوماليات أو في الطردي أي كذب جدنتي بقنكي تك دينتي تكتي شرفتي تكتي هل كذا يتعنت قبدي أفكي هذا جدا برحنا إحرانت هاي ودأجر كذا مرة وما صار لكن وحكي قرصان ما لهن نول بقر لأمن نول بقر لأمن مزي مزي تقبعي أجمعيا منك ووف ووف أنا ولا إنكار لك ورد بلك ورد عليه وح وحشاد ما لهم يا الدور كذا محوية هذيك الدور كان محوية نول بو انا كما تدير ور ايا امه الله ادونت الى ولالي بحان وصح ما خلد و سيب حكمه عاي ما هن دينت الله سبحانه وتعالى اما قفك البلك ودعدي ماش كلها صح ما هن ادعو الى سبيل ربك بربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن ان حكمت هي وناك دينت الله كو جيدين انت انا واجبنا سارنوا نين دينت انا قون نغو مجره مظاهر تدن وزوليت قبل ايدا واسكو خشون لهيد حجاب كي قادن لهيد ويتوسي لهيد نم ولبا نم با حون ايبنا نم با حمان كجره نم با قبيالات نم با بلا كجره نم با سدا انت انا هدي انا قلب رجل واحد النص كان حتى ولا ربعنا ولا تمن لاب هلمل
دينت وتوسلين. إخواني في الله، الدعوة إلى الله أفضل من الجهاد في سبيل الله. دعوة على جهادك أو ذروة إسلام الإسلام كرسك إسلامك وجهادك ويان جهادك وحكفات بطن الدعوة إلى الله عز وجل. ابن القيم عليه رحمة الله وحليه في كتابه جلال أفهام وحليه وتبليغ سنته أفضل أفضل من تبليغ السهاب في نحور العدو. سنة النبي أعطتك لقارسيه لغييره وحي كفل بطنتهي دتك عدوك أه وقال هذا ولا لجي هذا إن محوى هلكس لك غرفت محوى ورنك أما ليبك لك غرفت سنة النبي أعطتك لقارسيه كفل بطن، لأن هذا التبليغ قارسين تعصوا باجل التورة يعمله كثير يفعله كثير من الناس ضد بطن أيها هو شعيد أبو ذكر أنت أنه نول أبو ذكر أين أدمحوى التورة باش كو، ولكن هذا ولكن تبليغ سنته لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. تبليغ دين ذاتك لقارسينا ذاتك ورثة الأنبياء ذاتك أنبياء ذات أحلي وعلمك عملك عن بارسان ذاتك سنبا قارسين كرة. إخواني ما كدعوة ذات أن كد ذاله وذلك تام وحيابا أن جرجرين أيام قال ذي كبطي تام كقف كسر وقت يضع روكالي أما بوقت يضع بسلاة فجر روكالي بصدك أن يرصور رأى وسكح شوريا إنو الصومال لم شكتك حشوريا حيابا ماشي يل وتقصير يقابل أنك أن قابلني هاوش أيضا مركوا واجب نويلو أن دذالنو دعوة إلهي دين سأنو دذالنو أن اسكو حرنانو نبذل الخلاف خلاف كأيو بلا اسك الشاق إيو طعنك علماء إيو حيا بحس وحيا بلو بهاي إخواني في الله ماها وردتك علماء دات دين تقارسين لها وإنقاذين لها دي وحلقة شاق ما عمدوا حنو شيء إخواني في الله لا ننك أهل علمك إساق أيا وحاويان وحدتك وشيغو إساق أيا دادك التوجيهية إساق أيا وحكا شاقنا محاربنا أين قالوا أيا وحنو شاقان ومنافقين دوا وحنو شاقي مجهاشا وحنو شاقي إخواني علمتنا طعني قد هالسك إلى اليو لحوم العلماء مسمومة علماء هلب كذا وصن وسنة الله في منتهكيها معلومة سنة إلهي دادك هلب كعلماء عنانا إلهي شدو قلوا ولا يقنا مارك علماء هالسك إلى اليو عربك إن لغل هوغ لا محمد أنا نومي مادين عليه الصلاة والسلام علماء أنه شك دين تألا علماء أيها دين قبت بادي وإذا مركا دين سيكوتاسي وردي أن دخط وح لوح دخطر دخطر وجو أنا أنا وح كجرمها دخطر دي أنا دويني إسلي وح محوها ما قان أكرم ما قان استعرض كويل إسلي وح على وح دخطر وجو خلط وح هي قان الملهن جهال ويان شهادة وحي وتن فارسة دي حاجة هذه زمك كوكيات أنا دورش أدواء هب أيضا كدوينيس إخواني مركا علماء دي أن كدم بينه علماء معصومة هن وقفيان ننك شيخ وقفي كرا لكن علماء إن محوها إلا قدك تتكعا وقفك جاهل كي علماء الله سيما وشيئا مطلوب هين وجزاكم الله خيرا آد بادو مهسنتين استماع إيرنتي حضورك إلهي نوحان كبرينا بأسماء الحسنى وصفات العلى وحال وحان شاقين وحجنا وحجاءنا قائنون نقطة وحجاءين قنين وحال وحعان وناجيي وخير شاقي فمن الله وحده لا شريك له وما أسأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله من ذلك. إلهي نحن كبرينا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه الصوم كان جارسيو إنه نوافجيلا عبادي سنه وانكفى إذي سنه إنه إله سبحانه وتعالى خير نوي ختمه إنه الجنة إلهك وكلا وصلى الله وسلم.